مواقف الرئيس سعد الحريري حكيمة، وهدفها الحفاظ على وحدة اللبنانيين وعلى قوة المؤسسات الدستورية والاستقرار الأمني. هذا ما أكده وزير المهجرين طلال أرسلان من بيت الوسط بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء. أرسلان أكد انفتاح كل القوى السياسية، شاكرا الرئيس الحريري على تريثه. لما فت هلق عند دولة الرئيس بعد اللي حصل أول مرة بشوفه، طبعا كنا على تواصل، قال لي شو الطقس بالبلد بعده دافي؟ قلت له إيه الحمد لله الطقس دافي، بس هلق مش بس طبيعته دافي، هلق وجود دولتك بالبلد ومجيئك على البلد هو كمان أعطى الدفء للبلد يعني بشكل أو بآخر. أنا قلت من 75 لليوم ما شفنا هذا الالتفاف الوطني الكبير اللي حصل، وهذا طبعا شيء يمتاز به الرئيس سعد الحريري من مناقبيه ومن أخلاقيه ومن شفافيه ومن صدقيه في تعاطيه بالشأن السياسي العام في البلد، مما جعل اللبنانيين أن يلتفوا حول شخصيته المميزة. الرئيس الحريري التقى كذلك السفير التركي في لبنان كاغاتاي أرسياز، وعرض معه آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا.